كانسر اوفر الكيزز. الكيزة نصها بيقول اللي فيه فيميل عندها 63 سنة كحست من 3 شهور لمدة 3 شهور اللي فيه انكريز نون سبيسيفيك جاسترونتستينال ابسيتس اند ابدومينال سويلنج. الكومبلين بتاعتها كانت في الاول قالوا ماينور جاسترونتستينال ابسيتس، بعد كده دنتها مستمرة راحت للجي بي بتاعها اكيد ادها نون سبيسيفيك تريتمنت ودنت فيه يحصل بروجريشن للسم. يبقى اول حاجة هي فيميل 63 سنة وعندها عندها جي اي تي ابسيتس. جي اي تي ابسيتس كانسر اوفري دايما بيطلع بالاعراض دي لانه بنقول عليه سايلنت كيلر، يعني ممكن يبدا باعراض خفيفه خالص. الفيميل تفتكرها ريتابل باول والدنات دول تتفاقم معاها وهي فاكره اللي هي ريتابل باول وتروح لحد جي بي او حد بتاع الانترنال ميديسن بطن عامه، فهو طول الوقت عمال يتعامل مع السيستم الانترنال اللي هي عباره عن ايه ريتابل باول، فيديها بقى انتس بازموديك مش عارف ايه شويه ادويه كده. ففي حاجه بيبدا بقى يحصل بروجريشن تمام. دي اول حاجه. فيزيكال اكزامينشن طلع فيه شيفتنج دالنس. يعني شيفتنج دالنس احنا بطننا فيها انتستين، انتستين فيها هواء، فما بنخبط على بطننا بنحس مع صوت ايه رن كده زي صوت الطبله. لو ما يجي ميه في بطننا والميه دي تكون بتتحرك من اليمين للشمال او من الشمال لليمين على حسب وضع المريض، فيبقى يحصل حاجه اسمها ساين معينه في الاكزامينشن اسمها شيفتنج دالنس. اوكي. كونفيرمد كلينيكال اسايتس سي تي سكان اوف ابدومن اند بلفيس كونفيرمد لارج كومبلكس بلفيك ماس وجروس اسايتس وسيكنينج ان اومنتم. اومنتم ده اللي هو عباره عن البروتينيال كفر اللي بيبقى حوالين الفيسر. اوكي. السي اي 125 بتاعها التومر ماركر طلع 1200 يونت بير ملي، النورمال رينج اب تو 35 يونت بير ملي. بلفيك اكزامينشن طبعا طلع لارج فيكسد بلفيك ماس. يبقى انا عندي حق في ميل 63 سنه فيها جي اي تي ابسيتس، عندها شيفتنج دالنس انديكيت اسايتس، عندها الليفيتد تيومر ماركر، عندها بلفيك ماس كومبلكس بلفيك ماس ومنتم سيكنينج ماشي واسايتس في السي تي. طبعا هسال السؤال ايه البروفيجنال دايجنوزس التشخيص المبدئي للحاله ديت؟ اوفيريان كانسر. مفيش واحده من دول تقول لي هي اوفيريان كانسر، بس تجمعتهم مع بعض السيناريو ده يمشي مع الاوفيريان كانسر. اوكي. هيبقى دايما حالات الاوفيريان كانسر عندها جي اي تي ابسيتس معاها ماس ومعاها اسايتس ماشي، والتيومر ماركر هي تكون عاليه تكون مش عاليه، مش شرط التيومر ماركر تعلى، بس في الحاله ديت تيومر ماركر عالي. وبرده مش كل واحده لوحدها تنفع تنديكيت وجود اوفيريان كانسر، يعني ما في اسباب كتيره للجي اي تي ابسيتس. مش كل واحده هتجيلي بجي اي تي ابسيتس هقول عليها عندها اوفيريان كارسينوم تمام. مش كل واحده هيبقى عندها ميه في بطنها هيبقى معناها اللي هي عندها اوفيريان كارسينوم، في اسباب ثانيه بتعمل اسايتس زي الليفر سيل فيلير. الواحد لما يجي عنده ليفر سيل فيلير بيحصل اسايتس تمام. مش كل حاله هيبقى تيومر ماركر، يعني مش شرط تيومر ماركر يكون عالي. حالات البريست ممكن يكون عندها تيومر ماركر بتاعها سي 125 عالي، في اذر كانسرز، لان دايما التيومر ماركر مش سبيسيفيك لاورجان معين، ممكن في حالات كتيره وحتى داخل الاوفري نفسه لو في انفلاميشن داخل الاوفري بيعلي السي 125 معايا، بس السيناريو على بعضه يمديكيت الاوفيريان كارسينوم. يبقى انا قلت اللي هي عليها اوفيريان كارسينوم ليه؟ عندي في جي اي تي ابسيتس ابدومينال سويلنج وبيحصل له بروجريشن ما يحصلوش ريليف، وفي شيفتنج دالنس، وعندي لارج فيكسد بلفيك ماس وسي تي فايندنج اللي هم الثلاثه لارج بلفيك كومبلكس ماس اللي موجوده والاسايتس ومنتم سيكننج، واخر حاجه الاليفيتد تيومر ماركر سي اي 125 اللي هو 1200. ايه العمليه السيرجيكال تريتمنت بتاع الحاله ديت؟ الحاله ديت هتعمل لها حاجه اسمها توتال ابدومينال هيستريكتوم، يعني ريموفال اوف اول يوترس ويز بايلاترال سالبنج اوفريكتوم، يعني يشيل البوست تيوب اند بوست اوفريز. دي جزء من عمليه اكبر، دي اختصارها دي للتسهيل اسمها سيرجيكال ستيجنج. يعني الحاله دي بيتعمل لها حاجه اسمها سيرجيكال ستيجنج. السيرجيكال ستيجنج انا بشيل ده كله، بشيل جزء من المومنتم حتى لو نيجاتيف لازم يتشال، حاجه اسمها انفراكوليك اومنتم لازم يتشال معايا. باخد حاجه اسمها راندوم بايوبسيز من كل البروتونيال كفر ايفن السيرفيس بتاع الليفر. اوكي. وبعمل ووش للبروتونيوم لو مفيش اسايتس، لو في اسايتس بفضيها وهعمل اكزامينشن تحت الميكروسكوب سيتولوجيكال اكزامينشن عشان الاقي الميجن سيل موجوده في الاسايتس ولا لا تمام. طب لو مفيش بعمل حاجه اسمها بروتينيال ووش، اغسل البروتينيوم واخد الغسيل ده وحلله سيتولوجيكال اشوف في ماليجنت سيل ولا لا. طب ايه الفاليو من كده؟ لو كل ما يبقى في ماليجنت سيل دي يبقى معناها ان الحاله حصل لها حاجه اسمها بروتينيال سبريد، زي ما انتم عرفتوا اللي في حاجه اسمها فور مود اوف سبريد. اي تيومر بتسبريد بكام مود؟ اربعه، يا لوكال اكستنشن، يا تمس روح للليمف نود، الليمف نود سبريد، يا ديستنت ميتازيس، والرابعه ترانس سيليومك سبريد اللي هي تمشي من خلال تمشي في خلال الكافيتس.
فدي بوتنيال، ده كافيتي، فهي ممكن تنزل في الفلويد ده وتمشي في الكافيتي ده، بتعمل امبلمنتيشن في حته ثانيه. طبعا ده جزء مهم جدا السيرجيكال ستيجنج، لو ما عملتش كده ممكن يكون في تيومر سيلز موجوده على الاومنتال سيرفيس يحصل منها ريكرنس بعد كده. فانا بحاول على قد ما اقدر اسيب الحاله نيجاتيف فورمز ديزيز بعد الاوبريشن عن طريق ان انا اخد منها راندوم بيوبسز واشيل الانفراكوليك اومنتم اللي هو اكتر اومنتم ممكن يكون فيه ديبوزيتس بتاعه الايه بتاعه الاوفري. اوكي، الهيستو باثولوجي عملته الحاله طلع بابيلاري سيرا سيست ادينوكارسينوما انفولفينج بوث اوفريز ويز انفيجن اوف ذا كبسول ونيجاتيف اسيتيك فلويد، في نيجاتيف اسيتيك فلويد وفي انفيجن اوف ذا كبسول. طبعا الكلام ده عشان الستيجنج، هسالك كل ستيج الحاله ده ايه. فيجو ستيجنج سيستم بيقسم الاوفريان او الجاينيكولوجيكال لاربع ستيج، ستيج 1 2 3 4، 4 دايما هو ديستنت ميتاسيس. طبعا ده مختلف تماما عن تي ان ام، تي ان ام بيبقى تي لوحدها والان لوحدها والام لوحدها وبعدين يعمل حاجه اسمها ستيج جروب، هنا لا كل واحده منهم فيها كل حاجه. يعني مثلا لو في لينف نود يبقى انا في ستيج 3، لو انا في ديستنت ميتاسيس يبقى ستيج 4، ستيج 1 و2 و3 على حسب الاكستنشن بتاع التيومر. يعني لو التيومر كونفايند على قد الاوفري واحد او الاثنين معاها او معهاش انفيجن اوف ذا كبسول معاها او معهاش اسايتس يبقى ستيج 1. طب لو ديزيز طلع من الاوفري راح للبلفيك اورجان، يعني راح لليوترس راح لل راح للريكتم راح للبلادر، يبقى احنا بنتكلم على ستيج 2. اوكي، طب الديزيز ساب الابن البلفس وطلع للابدومين يبقى ده ستيج ايه 3 او لينف نود بوزيتيف. واخر حاجه الستيج 4 ديسنت ميتاز، راجع الحاله، الحاله بنقول فيها ايه، فيها بوث اوفرز ار انفولفد ومعاها انفيجن اوف ذا كبسول، لان ستيج 1 ده نفسه بيتقسم ل 3 ستيجز، ستيج 1 اي ستيج 1 بي ستيج 1 سي. لو التيومر موجوده في وان اوفري ويز نيجاتيف كبسول نيجاتيف اسيتيك فلويد فور مالينجنت سيل يبقى ده ستيج 1 اي. طب لو موجود في البوث اوفري وبرده الكبسول بتا نوت انتكت نوت انفيدد والاسيتيك فلويد از نيجاتيف يبقى ستيج 1 بي. طب واحد او اثنين اوفري معاهم يا انفيجن اوف ذا كبسول او معاهم بوزيتيف اسيتيك فلويد يبقى ستيج 1 سي. فانا دلوقتي في ستيج ايه 1 وخاصه 1 سي. اوكي، الحاله ديت محتاجه كيمو ثيرابي؟ يس محتاجه كيمو ثيرابي. ليه محتاجه كيمو ثيرابي؟ لان دلوقتي هي عندها هاي ريسك فور ريكرنس اند ديستنت ميتاس. احنا دايما في الانكولوجي ما بنعتمدش على التفسير ده، اسمه تفسير للحقيقه، بس الحقيقه جت منين؟ جت من ترايل، عملوا ترايل في واحده منها اسمها اكشن اند اي كنترايل. الترايل دي عملوا ايه؟ جابوا الحالات اللي هي واحد سي دي نصها ادولها كيماوي ونصها ما ادوهاش كيماوي، وبعد كده تابعوا الحالات، فتابعوا الريكرنس وتابعوا الاوفر اول سرفايفل، الحاله ماتت وقت ايه ومين عاش ومين مات. فلقوا للحالات اللي خدت كيماوي الريكرنس بتاعها قال، حصل فيها ريكرنس قال، فالريكرنس فري سرفايفل فيها دوريشن اطول وعاشت اطول اوفر اول سرفايفل، يبقى الحالات دي هتستفاد من وجود ايه؟ العلاج ده، يبقى الحالات دي تاخد ادجوفنت ايه؟ كيمو ثيرابي. يبقى الكيمو ثيرابي اللي انا بديه دلوقتي بديه في الادجوفنت سيتي. البروتوكول سبيسيفيك هنا بروتوكول اسمه بلاتينم بيزد بروتوكول اللي هو تاكسل كاربوبلاتين، باكلي تاكسل كاربوبلاتين. اوكي؟ يبقى ده أول